السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد معنا على قناتنا أردوينو إلى فيزيك. في فيديو اليوم كما شاهدت في العنوان سأشارككم كيفية إضافة شاشة ثانوية إلى حاسوبي، لكن هذه المرة الشاشة الثانوية ستكون شاشة الهاتف ودون استعمال كابل بين الاثنين. قد ينفعك هذا الأمر، مثلا كنت تشتغل على وورد وكذلك تشتغل على إكسل مثلا في آن واحد، فيمكن أن تضع شاشة الإكسل على شاشة الهاتف وشاشة الوورد على الحاسوب. إذا هذا هو موضوع اليوم وأرجو أن يكون مفيدا لكم. المراحل بسيطة جدا، سنبدأ بإعداد الحاسوب، ثم بعدها ننتقل إلى إعداد الهاتف، ثم في الأخير نقوم بتجربة بسيطة جدا لكي نشاهد مكتب حاسوبنا على شاشة هاتفنا وكأننا نشتغل على الويندوز على الهاتف. ننتقل إذن إلى المرحلة الأولى، إعداد الحاسوب، وننتقل إلى الحاسوب. نبدأ على بركة الله المرحلة الأولى بإعداد الحاسوب. سنذهب إلى هذا الموقع spacedisk.net وسنقوم بتحميل نسخة من هذا التطبيق. يمكن أن تقرأ كل هذا لكي تفهم يعني دور هذا التطبيق. إلى الأسفل ثم داونلود هنا. يجب أن نبحث على النسخة الموافقة لحسب ويندوز الذي لدينا. بالنسبة لي أنا لدي ويندوز 10 64، سأقوم بتحميلها ثم تحميل. إذا سأضعها فقط على المكتب بانغوجيستري. بعد التحميل نقوم بالتنصيب في الشي دون لو دوسي كي يجي كيتي انستالي، ثم سأغلق هذا. إذن يتم إعداد، سنحصل على هذه ويلكم تو دو سبيس ويندوز درايفر شيت اوب. نيكست، اي اكسبت، وافق على شروط الاستعمال. ثم اذا اردت ان تنصب هنا تختار هنا بار ديفو او ان تغير المكان اذا اردت ان تنصبه في مكان غير ذلك. انا ساتركه في نفس المكان. نيكست ثم next ثم install ثم بعد الانتهاء من التنصيب سننتقل إلى مرحلة استعمال أو إعداد الهاتف. نلتقي إذن في المرحلة الثانية. إذا
ننتقل إذن إلى المرحلة الثانية وهو إعداد الهاتف. إذن لإعداد الهاتف سنهبط نفس الموقع سبيس ديسك نت إلى الأسفل. إذن سنجد هنا التطبيق الذي سنقوم بتنصيبه على هاتفنا. سنضغط هنا إذن. فإذا كنت متصلا بجوجل يمكن أن يسمح لك بتنصيب هذا التطبيق مباشرة على هاتفك دون اللجوء إلى استعماله أو إلى تنصيبه مباشرة من على الهاتف. إذن تضغط فقط على انستالي هكذا، فسيعطيك الأجهزة التي لديك. أنا بالنسبة لي لدي هذا، ثم تابع مباشرة، ثم سيطلب مني الرقم السري للحساب لكي أستطيع تنصيبه، وهكذا سأدخل الرقم السري وسيقوم بتنصيبه مباشرة. لكن أنا سأقوم بالطريقة الثانية، سأبحث عليه على جوجل بلاي وسأقوم بتنصيبه لكي يتابع الجميع. إذا سأغلق هذا. إذا هذه هنا شاشة، هذه شاشة هاتفي هنا. إذن سأبحث، إذن سأدخل إلى جوجل بلاي ثم غوشيرشي ثم سأبحث على سبيس ديسك. سبيس ديسك ملتي تظهر مباشرة، ثم أقوم بتنصيبه انستالي. ثم يمكن أن نفتحه، عفوا أوفغير، ثم نقرأ ديسك سبي أندرويد أب كان أونلي كوريكت كونكت تو سبيس ويندوز درايفر يو كان داونلود تو لا ديسك ويندوز درايفر اتش تي تي بي أندرويد نوت. إذا هنا قمنا نحن بهذه العملية، ينبهنا إلى أنه يجب أن ننصب نفس التطبيق على الحاسوب. إذا سأقوم به، إذن هذا ما تلاحظه هنا كونيكسيون، نضغط على كونيكسيون كونيكتد. إذا هنا تلاحظ على شاشة حاسوبي كونيكتد ديسبلاي أوف. إذا فتلاحظ أنه بالنسبة لي، إذا الآن هذا يعني هذا هاتف على هاتفي. إذا يمكن أن الشاشة الثانية على هاتفي، لأنها عبارة عن شاشة ثانية لهاتفي. فمثلا هنا يمكن أن أفتح مثلا تطبيقا معينا، مثلا هذا، وسأحوله إلى هاتف إلى على شاشة الموجودة على. إذن هذا الآن أصبحت لدي شاشة ثانية. إذن فما كما تشاهدون بالنسبة لي أنا، إذن لدي شاشة، هذه الشاشة اللي هي شاشة ال جي الخاصة بحاسوبي، ولدي كذلك شاشة الخاصة بحاسوبي، ثم لدي شاشة ثالثة الآن أصبحت على الهاتف بهذا الشكل. إذا تلاحظ بأن يمكن أن تقوم بمرور هكذا. مثلا سأفتح مثلا ويندوز هنا، أضغط فيفتح الويندوز. إذا سأشتغل على هاتفي كأنه على الويندوز. إذا يمكن كذلك أن أغلق هاتفي هنا مثلا، ثم أبحث، يمكن أن أكتب كذلك إلى آخره. إذا ففي نفس الوقت أتحكم فيها من على هاتفي، وفي نفس الوقت فأنا كذلك
أتحكم فيها من على شاشة الحاسوب. إذا إذا أردت أن أزيلها فيكفي أن أزيلها من هناك فتختفي. إذا فتلاحظ أني حصلت على شاشتين أخرى بالإضافة إلى شاشة التلفاز التي لدي هنا أمامي وشاشة الحاسوب ربطت به ثلاث. إذا يمكن أن أزيل الكابل USB فتبقى دائما تشتغل، يعني هذا يشتغل عن بعد وليس عن، يعني تلاحظ بأنه يبقى مشتغلا ويظهر لك كذلك هناك بأنه يشتغل. فإذا أردت أن أزيل هذه فيمكن أن أحركها كذلك من هنا كما تشاهد هنا. يمكن كذلك أن أزيلها من هنا، إذا سأعيدها إلى حاسوبي ثم مثلا سأختار ملفا آخر في مكان معين هنا، مثلا بالنسبة لهذا سأحوله إلى هاتي أردوينو مثلا هنا فأضغط. إذن تلاحظ بأن لديك شاشة ثانية، إذن هذه فهي خاصة بالهاتف وهذه التي تشاهدها هنا فهي خاصة بالآخر، يعني الشاشة الأخرى. إذن لدي ثلاث شاشات، إذن قد يكون مفيدا لك في مهمة معينة. نصل إذن إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاركتكم المزيد. نرجو أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكونوا تستفيدون معنا. نلتقي إن شاء الله في درس جديد وموعد جديد بحول الله. إلى اللقاء.